الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على توفيقه وإحسانه وامتنانه، الذي من علينا بالنعمة الكثيرة الظاهر والباطن والتوفيق لله عز وجل. نجتمع في بيت من بيوت الله على كتاب الله، وما زلنا في درسنا التفسير المفصل من القرآن، وكنا وما زلنا في سورة الصف، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 27 من محرم لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر الثامن لعام 24 و2000. نعم، وقفنا على قول الله عز وجل: اقرأ الآيات. ومن أظلم، صح؟ ومن أظلم مما افترى على الله الكذب. لا يرغم سبعة. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الحمد لله. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله تعالى: قال: ولا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب حيث جعل له أندادا يعبدهم من دون الله وهو. يقول: ومن أظلم، يعني لا أحد. إذن هذا استفهام، ومن أظلم، وهذا استفهام المراد به النفي. ومن أظلم، الجواب: لا أحد أظلم. فيقال عنه هذا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي. وإذا قال: لا أحد أشد ظلما، لأن أظلم هذا إيش؟ اسم تفضيل، في ظالم في ماذا؟ أظلم. فهذا يدل على أنه أكثر ظلما من غيره، فأظلم اسم تفضيل، فلذلك أشد الناس ظلما ممن افترى على الله الكذب. من أظلم؟ من أشد الناس ظلما؟ الجواب: لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب. افتراء أعظم أنواع الكذب، الكذب درجات، الافتراء هذا والإفك هذا درجة كبيرة، وهذا شناعته لأنه على الله،
يكذب على الله. الكذب على الله أظلم الظلم. حتى الشرك بالله عز وجل هو كذب على الله. كيف؟ لما يقول قائل الله له شريك، ماذا فعل هذا؟ كذب على الله. لما يقول قال اتخذ الله ولدا، هذا كذب على الله. فالقول على الله أكبر الكبائر، والشرك نوع من أنواع القول على الله. فالقول على الله بالكذب هذا أظلم الظلم. ربنا يقول في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتر، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يقول على الله. لكن المعنى إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له هذا، قال الله عنه هذا لو تقول علينا، فكيف بمن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لو تقول فقال حلال حرام تقولا، فكيف إذا ادعى بأن الله عز وجل له شريك أو له ولد أو يده مغلولة أو فقير أو غير ذلك من الكفريات؟ نعلم هنا إذن أشنع الظلم وأظلمه وأشده هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الكذب؟ الجواب لا أحد. ظلما أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب، حيث جعل الله أندادا يعبدهم من دون الله وهو يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. نعم، قوله هو يدعى إلى الإسلام، وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله، والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسدادهم. طيب، من أظلم الناس الذي افترى على الله الكذب؟ لكن في آية أخرى، أدلة أخرى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها، في الحديث القدسي عن المصورين، من أظلم ممن يذهب يخلق كخلقي. إذن في أكثر من فعل يقول الله عز وجل إيش؟ لا أحد أظلم. طيب، أفعال مختلفة، الآن من هو أظلم؟ الذي يفترى على الله الكذب، أو الذي يمنع مساجد الله يذكر في اسمه، أو الذي يذهب يخلق كخلق الله، أو غير ذاك مما قال الله عز وجل ومن أظلم؟ عرفتم إيش الإشكال؟ ها؟ ولذلك المخرج من هذا أو الجواب على هذا أن يقال أنهم متساوون في المظلمية، هذا وهذا وهذا، كل من قال عنه الله ومن أظلم هم في درجة واحدة في الظلم. ليس هناك من هو أظلم منه، لكن هناك من يساويه بالظلم. هذا معنى. المعنى الآخر أن هذا الكلام على تقدير من، يعني ليس أظلم أطلاق، ولكن من أظلم. كما لو قال أفضل أركان الإسلام الصلاة، المعلوم بأن إيش أفضل من الصلاة؟ التوحيد. إذا ما المقصود أن أفضل؟ يعني من أفضل يعني أركان الإسلام الصلاة. لو قال أعظم أركان الإسلام الصلاة، قال لو قال لا أعظم أركان الإسلام التوحيد، يقول أنا قصدت من أعظم أركان الإسلام، صح. إذن هنا من أين أتيت من؟ هذه مقدرة، أنا قصدت أن إيش؟ أن من أعظم، لم أقصد الأعظم على الإطلاق. فيصير هنا ما جاء من الآيات ومن أظلم، المراد إما أنهم متساوون بالمظلمية، أو أن في على تقدير من أظلم، واضح؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. يدعى إلى الإسلام يعني يدعى إلى التوحيد، يدعى إلى التوحيد. لماذا؟ لأن الإسلام ما هو؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأعظم ما في الإسلام التوحيد، وكل من كل باقي أركان الإسلام لا وجود لها ولا قبول لها ما لم يقم التوحيد. فمن لم يوحد الله عز وجل لو صلى 100 سنة صلاته باطلة.
لأن الله جل وعلا يقول إن أشركت ليحبطن عملك. فأساس قبول الأعمال قائم على التوحيد. فإذاك الإسلام يطلق ورد به التوحيد، وكل ما سوى التوحيد من الإسلام هو تابع للتوحيد، وشرطه التوحيد وقائم على التوحيد، وبلا توحيد تحبط جميع الأعمال. والإسلام أيضا يطلق بإطلاقه اللغوي، وهو المراد به يا إخوان الإسلام الاستسلام والانقياد. وأعظم ما يستسلم به المسلم أو العبد لربه التوحيد. فذاك في تعريف الإسلام ماذا قالوا؟ قال الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك. فربنا جل وعلا يقول هذا الظالم الذي لا أحد أظلم منا يفتري على الله، في حينه يدعى الإسلام، يدعى التوحيد، وهو لم يوحد الله فحسب، بل أصر إلى أن يفترع الله. وأعظم افتراع الله قوله إيش؟ أن الله له شريك، أو أنه يعبد الشريك مع الله عز وجل، أو يقول اتخذ الله ولدا ويعبده من دون الله. هذا أعظم الظلم، هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. يدعى الإسلام فيأبى إلا أن يشرك بالله عز وجل. والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يهديهم، يعني لا يوفقهم للهداية. لماذا؟ لأنه اختاروا الظلم وأصروا عليه. لو تخلوا عن الظلم وتركوه لهداهم الله عز وجل، لكن بإصرارهم على الظلم واختيارهم له فالله عز وجل لا يهديهم. اختاروا الظلم فعاقبهم الله عز وجل بأن حرمهم من الهداية، حرمهم من الهداية. ولذلك قد يقول قال أليس للظالم توبة لو تاب؟ الجواب بلى، لكن التوبة ما هي يا أخوان؟ أن يقلع عن الذنب. أما إذا كان مصرا على الظلم ما يهديه الله ولا تأتيه الهداية. الهداية توبة لله عز وجل يقلع. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد، لكن إذا أصر على كفره على ظلمه من أين تأتيه الهداية؟ بل إذا اختار الضلالة فإن الله يعاقبه ويزيده ضلالا، إذا اختار الزيغ يزيد الله زيغا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هو اختار الضلالة فيمده الله عقوبة له والعياذ بالله. قال والله لا يهدي القوم الظالمين الذين يختارون الظلم ويصرون عليه، فهؤلاء لا يهديهم الله ولا يوفقهم إلى الاستقامة إلى التوحيد والطاعة. نعم. قال وهو يدعى الإسلام، أقرأ وهو يدعى الإسلام. قال وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله، والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسدادهم. يعني ما داموا على الظلم مختارينه لا يرغبون بالاقتلاع عنه، والتوبة أن يقلع عن الذنب. نعم. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق، والله مكمل نوره على رغم أنوفهم بإظهار دينه في مشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته. الله أكبر. يريدون ليطفئوا نور الله، يعني يسعون بكل ما أوتوا من قوة وإرادة وإمكانيات وشبهات وأسلحة وتحالفات ووسائل إعلام في القديم في الحديث في الشعر في النثر، يسعون مجتهدين مجتمعين على يطفئوا نور الله. هو نور الله، ما الذي يطفئه؟ لا يمكن أن يطفئ نور الله. نور الله كتاب الله نور، الإسلام نور، الهداية نور الذي شرعه الله ونزله الله. هذا لا يمكن، لو اجتمع الإنس والجن، لو اجتمع الكفار بكل ما أوتوا ما استطاع يطفئ. فمثلهم كمثل من ينفخ الشمس يريد أن يطفئها أو يذهب نورها أو حرارتها بفيه، ها هل يذهب نور الشمس؟ لا. نور الدين والقرآن والإيمان أعظم من نور الشمس، أعظم.
فالله عز وجل شاء أن يبقى هذا الدين إلى قبيل قيام الساعة، سيبقى بعز عزيز أو بذل ذليل. فالله جل وعلا يقول أنهم يسعون إلى ذلك، يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. بقي الإسلام يزداد 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 حتى أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولو كره الكافرون. الكفار يكرهون أن يتم الدين وأن يظهر الدين، لكن على رغم أنوفهم سيظهر هذا الدين وسيبقى، وهذا مشاهد ومعلوم ويراه الناس. الناس كل يوم يدخلون في دين الله أفواجا، كل يوم يقال في كل دقيقة هناك من يعلن إسلامه، بل حتى في بلاد الكفر، بل حتى الأولاد يتفلتون من آبائهم ويسلمون، والزوجات يتفلتن من أزواجهن ويسلمن، والناس تهاجر من مكان إلى مكان، والإسلام ينتشر، بل حتى الإسلام الصحيح الدين السلفي أيضا ينتشر، يجتمع عليه البدع من الرافضة من الصوفية من الإباضية ويبقى هذا الدين، بل حتى هناك من يشوش ويشوه الأحاديث ويشكك بها وتبقى. عجيب أمر هذا الدين، لأنه دين الله. حتى الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أمر الله عز وجل ظاهر. نعم، قال تعالى يا أيها، قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، دين الهداية والإرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل الصالح، ليعليه على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يمكن له في الأرض. طيب، هو الذي أرسل رسوله. ربنا لماذا خلقنا؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما خلقنا لعبادته ما ترك الأمر إلينا نعبده كيف نشاء كيف نهوى، يعني نفكر نجتهد ونستخرج عبادات، كلا، بل من رحمته أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن رحمته أنزل كتابه هدى ورحمة للمحسنين. فإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وإنزال الكتاب رحمة وحكمة وفضل من الله عز وجل حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلم يدع الأمر إليهم يتعبدون كيف يشاءون، وإنما تكفل الله عز وجل كما أنه خلقهم وتكفل بأرزاقهم، أيضا أرسل رسلا وأنزل كتبا وتكفل ببيان الدين بيانا كاملا تاما. فيذكر الله عز منته في مواضع من كتابه أنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. الله من على عباده بذلك، الله أرسل رسوله رحمة وأنزل كتابه رحمة. ولذلك أهل البدع والضلال يغفلون عن هذا الجانب، وإن أقروا بأن الله خلقهم لعبادته ويقومون بعبادة الله لكن بأهوائهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وهذا لا يمكن، أن ربنا جل وعلا يخلق الخلق لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدون. ذكرت لكم مرارا وتكرارا هذا المثال، وهو أن لو واحد فتح بقالة صغيرة ووظف فيها موظفا لا أملى عليه ماذا يفعل، صح؟ يقول له افتح الساعة فلانية وغلق الساعة فلانية وبيع كذا وهذا بكذا. أنت موظف عند صاحب بقالة لتبيع لازم يملي عليك، ما يعطيك البقالة ويصرف عنك. طيب كيف أبيع؟ متى أفتح؟ متى أغلق؟ إيش الأسعار؟ هذا كيف؟ لو رجع له ها بعت شيء؟ قال ما وجهتني حتى أبيع، ما قلت لي، ما أعطيتني الأسعار، ما أعطيتني ساعات العمل، ما أعطيتني. فهل يمكن لصاحب بقالة يقصر في حق العامل ثم يحاسبه؟ هذا ظلم، هذا جهل. طيب
هل يتصور بأن الله يخلق الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم ليعبدوه؟ ما يملي عليهم؟ ما يقول لهم كيف تعبدوني؟ لا يمكن. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا. إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون. قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الحج أشهر معلومات، ها؟ فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحد، حد الحدود وأمر بالأوامر ونهى عن النواهي ووضع الجزاء والثواب والوعد والوعيد وضرب الأمثلة ويحلم على عباده ويرغبهم ويدعوهم ويمكنهم ويهديهم، يأمره أن يدعوه فيستجيب لهم، يأمره أن يشكروه فيزيدهم. ما ترك شيء رب العالمين لعباده حتى تقرب به إليه إلا دلهم عليه. هل تركهم لأنفسهم؟ لا. فقال جل وعلا هو جل وعلا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق عندما يعطف أحدهم الآخر يمكن حينئذ أن يفسر الهدى بالعلم النافع، ودين الحق بالعمل الصالح. هو الله الذي من على عباده فأرسل رسوله رحمة العالمين، أرسله بما؟ بالعلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله. ليظهره يعني ليعليه وينسخ به الأديان كلها. قال يظهر على الدين كله. الدين اسم جنس يعني كل دين، كل الأديان التي تعبد بها الناس حتى المشروع منها في وقت ما، ما أنزل الله على موسى عليه السلام أو ما أنزل الله على عيسى أو على أي نبي الأنبياء، أيضا بالإسلام ربنا ماذا أخوان؟ نسخ به جميع الأديان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. وقال عليه الصلاة والسلام بأن عيسى مريم ينزل آخر الزمان وقد رفعه الله فيحكم بشريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أرسله خاتم النبيين، خاتم النبيين لا نبي بعده، ليكون للعالمين نذيرا. أرسله الإنس والجن، أرسله منذ أن أرسله إلى يوم القيامة، لن يأتي بعده رسول ولن ينزل الله شرعا ولا تشريعا، بل حتى ما يرى في المنامات إنما هي بشارات مش تشاريع جديدة. لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله الدين، فإنما جعله الله هكذا مكملا من كل وجه خالدا باقيا حتى يعبد به جل وعلا منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة. قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، على رغم أنوفهم هذا الدين هو الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لابد أن تعبد الله بالدين الذي رسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا ادخل الله النار، حتى لو ثم أحد تمسك باليهودية التي كما أنزل الله جل وعلا على موسى عليه السلام، أو تمسك بالإنجيل حتى لو لم يحرف على الذي أنزل الله على عيسى عليه السلام لا يقبل. نحن نؤمن بالرسل ونؤمن بالكتب، لكن بالاتباع نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بكتاب الله. تلك كتب حرفت، يعني لو جت إنجيل لا تهينا، لأن الإنجيل هذا يسبب ضرر كل ما فيه محرمر كل ما فيه باطل، لا قد يكون فيه أشياء من الإنجيل صحيح ولا أناجيل نسخ لا تتطابق، لكن ربنا أقبل بأن إيش حرفوها، فلذلك تحترم بحيث لا تستعملها في نجاسة ونحو ذلك ولا تطأها بقدمك التوراة ولا إنجيل، لأن فيها حق وفيها باطل. فإنهم كانوا ماذا يفعلون؟ يلبسون الحق بالباطل، لكن كلها منسوخة، وما كان فيها من خير جاء الإسلام بمثله
وأفضل منه. فذلك من القواعد في الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعنا، ما لم يأتي بمثله شرعنا. يعني لو وجد حكم الأحكام عن الأمم السابقة فلا يلزمنا إلا أن يأتي بالإسلام ما يؤيد هذا الحكم، واضح؟ طيب، إذن ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما قال يظهره على الدين، الألف واللام الاستغراق، يعني كل الأديان، أكد ذلك فقال كله، فتوكيدان بالألف واللام الاستغراق وبقول كله حتى لا يبقى أي استثناء. هذا الدين الذي أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هو الظاهر، هو المعمول به، هو الذي يتقرب به العبد الله، هو الذي تعبد الله به، واضح؟ الدين كله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم. قال: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم من عذاب موجع؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا هل أدلكم، أيش أسلوب هذا؟ شيكم هل استفهام، استفهام، لكن ما المراد من هذا الاستفهام؟ هل مر معنا قبل قال لي استفهام ومن أظلم؟ الجواب لا أحد، يعني قلنا الاستفهام المراد به النفي. طيب هنا إيش المراد به؟ هل أدلكم، هل أدلكم، ها، استفهام للتشويق، صح؟ واضح؟ لما واحد يقول عرفت شنو الهدية، لو واحد جابك، واحد جاب هدية، ها، تشتاق نفسك تسمع، تعال قلت لي في هدية. رب العالمين يقول هل أدلكم على تجارة، تجارة إيش أرباحها، إيش مردودها، تنجيكم من عذاب أليم. الله أكبر، تجارة رابحة عظيمة، أعظم تجارة، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. ما هذه التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ أسلوب تشويق، استفهام ليشوق السامع حتى يستعد ليستمع ما هذه التجارة. ولذلك العبد يتاجر مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك على المسلم ماذا يا أخوان؟ أن يجيد التجارة مع الله عز وجل، يكون اقتصادي، يكون فاهم، يكون ذكي، يكون مستغل الفرص. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض أزواجه أو زوجة من زوجاته وهي تذكر الله، رجع لها بعد الفجر، رجع لها ضحى وهي تذكر الله، قال: ما زلت على هذه الحالة؟ قال: نعم. قال: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات لو وزنت بما قلتي لوزنت. شوف هنا عاد ايش الواحد ماذا يفعل؟ يقول ما شاء الله، ثلاث كلمات تعاد الذكر لله من الفجر الى الضحى، ماذا ما هي الكلمات؟ سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلمات. هنا عاد الاقتصادي الناجح شو يسوي؟ ماذا يفعل؟ يحفظها. ها، اذا علم المسلم بان ركعتي الفجر السنه مش الفريضه خير من الدنيا وما فيها، اذا لا تدع هذه الركعتين. اذا علم بانه لو ذهب وصلى في المسجد الحرام فالصلاه الواحده خير من 100,000 صلاه، الله اكبر. اذا علم انه اذا جلس في مكانه اذا صلى ملائكة يستغفرون له ويصلوا عليه، يقول اللهم اغفر له ولا بس وجالس ما لم يحدث. إذا علم أن الخطى للمساجد فيها فضل مشى. إذا علم أن القرآن الحرف بالحسن والحسنة بعشر أمثاله، وما تعبد الله بخير من تلاوة كلامه، اقرأ احفظ. والحفظ يحتاج ماذا؟ تقرأ أكثر. قد يقول قال: أنا والله حفظي سيء وضعيف. يمكن هذه من مصلحتك، من رحمة الله بك أن حفظك سيء. ليش؟ لأن الحفظ السيء ماذا يحتاج؟ بدل لا يقرأ الوجه 10 مرات يقرأ إيش؟ 100 مرة العداد. ها، شوف ماشي شغال. هذه التجارة مع الله عز وجل. التجارة مع الله 4 تجارة وأوسع تجارة،
وجعل الله تجارة معه والتقرب إليه متنوعة، تنوعا يصلح لجميع الناس، ليس كل الناس أقوياء ولا كل الناس أغنياء ولا كل الناس أذكياء ولا كل الناس شجعان ولا ولا ولا، صح ولا لا؟ تجد الضعيف في عبادات توافقه، والقوي كذلك، واللي يحب الرحلات في عبادات، واللي يحب الشجاعة ممكن يجاهد، واللي يحب الكرم والإنفاق في عبادات، واللي يحب العزة قاعد وحده في عبادات، واللي يحب يخالط الناس له في عبادات. ما من مجال من المجالات إلا في عبادات مشروعة تقرب الله توافق الجميع. رحمة، انتبهتم؟ ما تعرف شو ولا شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل افعل اكسب تصدق، والرجل فإن لم أجد فإن لم أستطع، قال تنفع نفسك وتصدق، قال فإن لم أجد، قال في النهاية ماذا قال؟ قال فكف شرك على الناس فإن لك بذلك صدقة. بعد ما تعرف تكف نفس شرك اسكت. عجيب هذا الدين والله يا أخوان. لذلك الاقتصاديون ماذا يقولون؟ يقول أفضل اقتصاد ما كان قليل الجهد كثير الربح، جهد يصير ربحه كبير، هذا أحسن اقتصاد. ولذلك أكثر الناس اقتصاديين وأرباح، تجد يبيعون أشياء ويتاجرون فيها، هي ألماس ذهب، لك أرباحهم عالية جدا. كيف؟ فهذا هو التجارة. أنت أنظر في الأعمال الصالحة التي توافقك وتستطيع عليها وتطيقها وتناسبك وفيها من الفضائل ما فيها وتمسك بها. القرآن صعب عليك، قل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن، سبحان الله، أشياء كثيرة. طيب، لكن في هذا السياق ماذا قال جل وعلا؟ إذن هذا الاستفهام ما المراد به؟ هل أدلكم؟ تشويق، تشويق على تجارة، ما هي أرباحها؟ تنجيكم، ما يترتب عليها؟ تنجيكم من عذاب أليم، عذاب أليم موجع، نعوذ بالله من عذاب الله. قال جل وعلا الجواب بعد هذا الاستفهام وبيان ثمرة هذه التجارة ما هي؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، هذه التجارة. قال هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته، ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون فسارعوا إليه. الله أكبر. الإيمان خير من الكفر، شوف التجارة هذه المربحة، الإيمان بالله خير من الكفر، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. الإيمان بالله ورسوله، أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، تؤمن بأخباره تصديقا وبأوامره امتثالا ونواهيه اجتنابا، وأن تتعبد الله على السنة على سنته، يحببك الله ويغفر لك ذنبك، شيء عظيم. أن تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذه عاد هذه بلا جهاد، لكن لا أن نعلم بأن الجهاد يتبعض. ممكن يجاهد الإنسان يا إخوان بأموالهم لو أنفق درهما في سبيل الله، أليس ألا يصدق على بأنه إيش جاهد؟ جاهد بالمال، جاهد بالمال. لو صنع أي شيء من الجهاد، شارك بأي مشاركة بالبدن أيضا بالنفس، هذا جهاد. ثم أن الجهاد هذا أنواع، نعم إذا أطلق الجهاد كلمة الجهاد فالمراد بماذا؟ القتال في سبيل الله، واضح؟ لكن هل في جهاد آخر من غير قتال؟ نعم، في جهاد الكلمة. سيد الشهداء حمزة ورجل قام للإمام جائر فأمر ونهى فقتل، هذا شهيد، بل سيد الشهداء، لكن لاحظ قام للإمام جائر، قام له وأمر ونهى، هل قال سبه وشتمه ولعنه ولا أمره ونهى؟ طيب في ناس ترى سيد الشهداء حمزة ورجل قام الإمام جار فأمر ونهى، يظن أن أمره ونهى معنى إيش؟ أن سبه ولعنه وشهر به ووقف على المنابر الفيك الحرامي الفئ
الله يلعنكم والله هذا جهاد ليس بجهاد. ولذاك أعتى الأرض في زمانه فرعون، ماذا قال الله جل وعلا موسى وهارون؟ قال فأتياه ها فقوله قولا لينا. يعني المراد أنت تريد هذا الذي أمامك يسمع، ولا تريد أن تشتمه حتى لا يسمع. فما بالك إذا كان إمام، إذا كان، وما بالك إذا كان جائر. أنت لما تشتمه من بعيد ترى لسان حالك ما تريد أن يسمع منك، يمكن هو في غفلة، يمكن يهديه الله عز وجل، يمكن ربنا جل وعلا من مقاصد الدعوة إقامة الحجة، ليس بالضرورة أن يهتدي. الله يعلم جل وعلا بأن فرعون لن يهتدي، ومع ذلك قام على الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسل موسى وهارون عليهم السلام. أنت عليك أن تقوم بالدعوة الصحيحة، الساعي الأرمى المسكين الجهاد في سبيل الله، الرجل بحسن الخلق يحتاج حسن الخلق جهاد حتى يجاهد الإنسان نفسه فيتخلص من البخل، من الكذب، من الرياء، من الكبر، من الخيانة. هذا من أصعب الأمور، يحتاج المسلم يجاهد نفسه حتى يبلغ ما يبلغه من حسن الخلق. أتظن أن هذا حسن الخلق يعني نيله بيسر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن حسن الخلق مو بالأمر الهين يدركه الإنسان. كم في الإنسان من طبائع سيئة، أنانية، حب للشهرة، عصبية، كبر، أنفة، عجلة، انتقام، بخل، رياء، أمراض كثيرة حتى تخلص منه يكون على خلق. ها هل هذا الأمر الهين؟ صعب. في ناس ربما بالكرم عنده وجه يكرم ما عنده إشكال، لكن بالعصبية ما يقدر يمسك نفسه، ما يمسك نفسه أقل شيء انفجر. وفي ناس مستعد يمسك نفسه لو ايش ما فعلوا به، لكن لا تقول لي انفق الدرهم، لا هذا عاد حدك الفلوس ما اقدر. لو ينفق كانه جاه الموت اذا قال انفق. اختلفون. في ناس ما يعرف يسكت، في ناس ما يعرف يتكلم، في ناس ما يصبر على الناس واذاهم. خيركم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. يحتاج صبر، يحتاج تربيه، يحتاج تمرين حتى تكون متواضعا أو كريما أو صادقا أو أمينا أو مخلصا أو بعيد عن الرياء. كل هذا جهاد، جهاد كلمة واسعة. فلذلك الجهاد إذا أطلق هو القتال المشركين، وهذا القتال ليس على إطلاقه، لابد أن يكون قتال المقصود من ماذا يا إخوان؟ لتكون كلمة الله هي العليا. وللقتال كثير، الآن الكفار لا يتقاتلون فيما بينهم، هم كلهم كفار أو كفار قاتلوا مسلمين. يعني الكفار لا يقتل منهم، يقتل منهم ويبذلون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجم الله ما لا يرجون. قاتل المشركين كافة كما يقاتلهم كافة، هم أيضا يقاتلون يموتون. إذن ليس الجهاد أنك فقط أنك تموت، ليس من مقاصد الجهاد انك تموت تروح تفجر بنفسك، بس انك تموت يعني مو انك ليست غاية انك تموت. الجهاد الغاية منه لتكون كلمة الله هي العليا. من حدد لنا هذه الغاية؟ الله ورسوله. قال وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله، يعني التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس لما؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليوم بعض الناس يقول هذا شهيد واستشهد، واحد راسني قال على الأقل شهيد واستشهد. قلت استشهد كيف أعرف استشهد؟ أنت في هذا الرجل اللي يدعو عنه استشهد، في حياتك سمعت له تصريح يريد أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا؟ أبدا. صدق بعض الناس أبدا ما يأتي بالطاري يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا.
من أجل وطنية، من أجل أرض، من أجل هذا، من أجل قيل وقال. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل حمية، يقاتل ليغنم، يقاتل يرى مكانه، أي ذاك في سبيل الله؟ كان يقال له اختر جاب الصحيح، أعرض عن هذا كله. ماذا قال؟ يعني لا هذا ولا هذا ولا هذا. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل، هذا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا لا يعني أن الإنسان لو قتل دون مال أو دون أرض ليس بالشهيد، شهيد، لكن ليس هو الجهاد اللي تكون كلمة الله العليا. ولو إنسان غرق في الماء في البحر، الغريق أيضا شهيد، هذا يقول مجاهد، واحد يلعب في الماء وغرق، شهيد شهيد وليس شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، وصعب الهدم وقع عليه جدار شهيد، والمرأة تضع فتموت في وضعها وهي تلد تموت شهيدة. لكن الآن ما تتكلم عن الشهيد أو ليس بشهيد، ولا تتكلم يحق الإنسان يدافع عن أرضه ويدافع عن عرضه ويدافع عن ماله أو لا يحق له. نعم يحق له، لكن إذا أطلقت كلمة الجهاد في سبيل الله فما المراد؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ أنت تصور النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وتقول لا يا رسول الله أي ذلك في سبيل الله؟ فيقول جواب واضح، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي في سبيل الله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من يستوعب هذا؟ صهيوني، كلام النبي عليه الصلاة والسلام صهيوني، هذا كلام الله ورسوله. شنو صهيوني؟ استمع وتدبر، لم أقول هذا الكلام من عندي، هذا كلام الله ورسوله. لابد المسلم أن يخلص نية الله عز وجل، مثل ما تصلي لله تصوم، لمن؟ لله تحج، لله تزكي، لله تتصدق، لله قاتل، لله في أي بقعة كانت. إذا أردت أن تقاتل، لذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام لتكون كلمة الله هي العليا. بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، من ماذا خير لكم؟ كل شيء، من كل شيء. لم يقل ذلك خير لكم من كذا وكذا، قال خير لكم، حتى تكون هذا الإطلاق يدل على أنه خير من كل شيء. إن كنتم تعلمون، لو تدركون ذلك وتعلمون فإن هذا خير من كل شيء. أيضا ما يترتب على هذا؟ قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. نعم. قال وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم، الله أكبر، ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الجزاء المذكور. ويدخلكم إيش قلت؟ ويدخلكم مساكن طيبة، أيوة، في جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز. هذه الجنات جنات عدن، يعني خالدة، وأكثر ما يعكر الإنسان سعادته إذا تذكر بأنه سينتقل، إن كان مبسوطا مع زوجته وأولاده فدوام الحال، من المحال، لابد يوم من الأيام ترحل عنه ويرحل عنك. إن كنت في بيت في ساعة في كذا ترى يوم من الأيام ستنتقل منه وينتقل إلى غيرك. إن كنت ما في شيء يدوم. فرب العالمين بيّن بأن جنات النعيم هي الدائمة الخالدة فيها أبدا، جنات عدن، وإلا الموت ما ذكر أحد إلا عكر عليه. أكثر من ذكر هذه اللذات، يقول النبي عليه في رواية أكثر من ذكر هذه اللذات، فما ذكر أحد في سعة إلا ضيق عليه، ولا في ضيق إلا توسع عليه. الموت مفرق الجماعات، الآباء لا يبقوا مع الأبناء والأولاد، والأولاد لا يبقوا مع الأمهات، والأمهات لا يبقوا، والأزواج من لم تفارقه فسيفارقك، ومن فارقك ستلحقه، ومن كان حيا سيموت، كل نفس ذائقة الموت. فهذا الخلود هو من أعظم ما يوجب على المسلم العاقل أن يحرص عليه، لأن هذا النعيم الدائم الأبدي. وإن الدار الآخر لهي الحيوان لو كان، يعني ما الحيوان؟ هي الحياة
دائما لا تنقطع السرمدية. فربنا دائما يبشر عباده بأنه إذا دخلوا الجنة فإنهم خالدين فيها أبدا في جنات عدن، يغفر لكم ذنوبكم، وهذا شيء عظيم، يسترك الله وتجاوز عنك، ويدخلكم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحت أنهار، من تحت يعني من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، ومساكن طيبة من لؤلؤ، وهذه طيبة من جميع معاني الطيب، من حيث المنظر، من حيث الرائحة، من حيث السعة، في جنات عدن، جنات خالدة، ذلك الفوز العظيم. ربنا يسميه أيش الفوز العظيم. وأيضا قال وأخرى تحبونها، في بعد مكافآت دنيوية، ما هي؟ قال نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. هذا كله في ماذا؟ في التجارة التي تنجيكم من عذاب أليم، اللي هي تؤمن بالله ورسوله وتجاهدنا بأموالكم وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طيب وأخرى تحبونها، يعني ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا، أن ينصركم الله على عدوكم، وفتح قريب يفتحه عليكم، وهو فتح مكة وغيرها. مكة وغيرها، نعم. وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. قال وبشر المؤمنين، أصل البشارة تغير لون البشرة عند سماع الخبر، ويكثر استعمالها متى؟ في سماع الخبر الذي يسر، ولا حتى الخبر الذي يسوء يسمى بشارة، كما في قوله فبشرهم بعذاب أليم. لما سمت بشارة؟ لأن تغير لون البشرة عند سماع الخبر. فربنا جل وعلا يقول وبشر المؤمنين، يعني يا رسول الله بشر المؤمنين بما يبشرهم، أطلق هكذا لبيان أن هناك بعد أشياء وأشياء. حتى هذه الجنات نسمع عنها جنات، لكن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، والإنسان قاصر، لو قيل له فلان 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 ولم يره من قبل كيف شكله؟ قال كذا كذا، طوله كذا، لونه كذا، شكله كذا، مهما يصورون لها تصوير بالكلام، إذا رآه يمكن ها قريب مما، لكن مهما يكون سيختلف عما سمع بالوصف. وذاك المشاكل كثيرة تكون إيش بين إخوان في الزواج، بعض الناس يقول لا ما عندنا بنت إحنا تنشاف، يروحون لها ليشوفونها ويأتون بالأوصاف ما شاء الله، وإذا تزوجها قال الله الله يغفر لك شيء وين كلام اللي قلتيه. فما بالك هذا، وهذا البشر لهم أمثال، ما بالك جنة أصلا ما فيها شيء، ما لها مثيل في الدنيا. فمهما يتصور سيتخيل الجنة أعظم من ذلك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فربنا يقول وبشر المؤمنين، بشرهم بشارة مطلقة هكذا، ففيما أعده الله لعباده المؤمنين بالله ورسوله المجاهد في سبيل الله بأموال أنفسهم ما لا يحيط به علما إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. نعم، ختم السورة بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواري من أنصار إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعم، يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم. مثل أنصار الله، الله جل وعلا يحتاج من ينصره، المراد بنصرة الله يعني نصرة دينه، وإذا نصر دين الله عز وجل هذا لنفسك، والله عز وجل غني عن العالمين، والله العزيز الذي لا غالب له. لكن المقصود أنك أنت من أنصار الله وتنصر الله، كما قال جل وعلا إن تنصر الله ينصركم، فيكون ناصر لله عز وجل بامتثال أوامره وسلم ونواهيه، بدفاع عن دينه، بحب للرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وسنته وتطبيق ذلك والعمل به والافتخار به. كونوا أنصار الله يعني كونوا ممن ينصر دين الله عز وجل بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم. نعم، مثل
قال مثل نصر مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام. الحواريون أتباع عيسى عليه السلام، أنصاره. قال لهم عيسى ماذا؟ من أنصاري إلى الله؟ فأجابوه مبادرين: نحن أنصار الله. الله أكبر. فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام، وكفر به فريق آخر، فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به، فأصبحوا غالبين عليهم. منهم من استجاب وصار من أنصار الله من الحواري، ومنهم من أبى، فأيد الله الذين آمنوا على الذين كفروا، فأصبحوا الظاهرين غالبين عليهم. لكن جاء في بعض التفاسير: فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أيده الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم على من كفر بمحمد. لأنك من النصارى من علم بأن هذا رسول الله حقا فأسلم، منهم النجاشي مشهور. النجاشي من هو النجاشي؟ هذا النجاشي هذا اللقب، يعني منصب، كما يقال أمير ملك، مش اسمه النجاشي. هو إيش اسمه؟ أصحامه. ها؟ فكل واحد يحكم الحبشة في ذاك الوقت اسمه إيش؟ النجاشي. مثل ملك، مثل أمير، مثل سلطان. النجاشي اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم اسمه أصحامه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فهؤلاء ظفروا بماذا؟ بأجرين اثنين: آمنوا بعيسى عليه السلام، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأيدهم الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم على الذين إيش؟ لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. انقسموا أتباع عيسى عليه السلام، منهم من آمن ومنهم من كفر. فأيد الله الذين آمنوا على الذين كفروا، فأصبحوا ظاهرين غالبين عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.